السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا كلكم ان شاء الله تكونوا في اتم الصحة والعافية. ارجو من الله تعالى التوفيق لكم جميعا. المحاضرة النهاردة بعنوان measurement of high voltages. انتهينا المحاضرة اللي فاتت من الطرق المختلفة لتوليد الجهود العالية، سواء كانت الجهود اللي من نوع المستمر او المتردد او الجهود النقدية. والنهاردة ان شاء الله هنعرف طبعا هذه الجهود، برضو كنا قلنا ان هي جهود بتستخدم لاختبارات العوازل او الاختبارات للاجهزة اللي بتستخدم في الباور سيستم، او في مجالات، او الجهود اللي بتستخدم في المعامل في مجالات البحث. النهاردة ان شاء الله هناخد الطرق، بعض الطرق المستخدمة، طبعا هنختار منها بعض الطرق المستخدمة لقياس هذه الجهود. هذه الجهود أيضا المستخدمة في الاختبارات، وليست الجهود المستخدمة في الباور سيستم. إذا النهاردة معنيين باستعراض بعض الطرق شائعة الاستخدام لقياس الهاي دايركت فولتج، لقياس الهاي اي سي اند امبالس فولتج. طبعا مش هقسمهم على حسب الدي سي والاي سي والامبالس، لان كده هيبقى عندنا اجزاء كتيره. لكن طبعا انا يعني فضلت ان انا اقسمهم بطريقه معينه، بحيث ان هنلاقي بعض الطرق مشتركه في الثلاث انواع، وفي هنلاقي طريقه معينه خاصه بالدي سي لوحدها، وطريقه تانيه خاصه بالاي سي برضه، وطريقه ثالثه خاصه بالامبالس. اذا الطرق المشتركه طبعا هنقول من خلالها، او لما بنشرحها بنقول ان الطريقه دي نافعه للثلاثه او لواحد او لاثنين. فهناخد اول نوع اللي هو السبارك جابس. طبعا ده برضو زي ما هو مكتوب قدامنا كده، بينفع للهاي دي سي والاي سي وللامبالس. البيك فولتميترز، وده هيبقى صالح للاي سي فولتج. الاميتر ان سيريز ويز هاي امبيدنس، على حسب الامبيدنس، سواء كانت الامبيدنس ريزيستنس او كاباستنس، فهنلاقي ان نوع منها صالح للدي سي، وهنلاقي نوع تاني صالح للاي سي، ونوع صالح للامبالس. بالنسبة للبوتنشال ديفايدرز برضو، طبعا البوتنشال ديفايدرز مشترك في الثلاث انواع، للدي سي والاي سي والامبالس فولتجز. عشان كده ما حبيتش اخد كل نوع واقول الطرق بتاعته، لان الدنيا كانت هتفتح مننا، فحبينا نجمعهم كلهم ونقول لكل واحد استخدامه، لان الاستخدام والتصميم هيبقى مشترك في اختلافات بسيطة نقدر نوضحها في مكانها. طبعا في البداية خالص زي ما احنا متعودين بنبدأ بمقدمة كده، بنشوف الموضوع بيتكلم عن ايه، ايه الحاجات اللي احنا عايزين نقولها قبل ما نشرع في شرح الطرق. اول حاجة بننبه على ان الميجرمنتس اوف هاي فولتج فيها او بنقابل فيها بعض المشاكل اللي احنا ما بنقابلهاش في معامل او في القياسات للجهود العادية في المعامل بتاعتنا اللي هي اللو فولتج. طبعا معامل الهاي فولتج ليها الاعتبارات الفنية والامنية، العوامل الامان لازم تكون مطلوبة ومجهزة ومعدة لأي حد بيعمل في هذه المعامل، لأن اللي موجود فيها ما هوش موجود في المعامل العادية اللي هي اللو فولتج. يعني زي ايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا؟ اول حاجة بنقول ان الهاي فولتج اكويبمنت عندها، يعني حتى لو ريزيستنس، لارج ستري كاباستنس، لارج ستري كاباستنس. ستري كاباستنس ديت بتبقى يعني زي ليكج كرنت، يعني تعادل ليكج كرنت على السيرفيس بتاع المعده. فطبعا يعني ديت زي ما اقول كده اللسعه في الكاباستنس العادي اللي احنا ممكن نشحنه كده، فطبعا ديت في الهاي فولتج بتبقى كبيره. عشان كده طبعا هذه المعدات لازم تكون متقربة بشكل جيد جدا،
يعني ال grounding structures في معامل ال high voltage دي حاجة مهمة جدا جدا. المعدات كلها لازم تكون متقربة بشكل كويس، ومش متقربة بشكل كويس بس، ده نظام الأرض نفسه مصمم بشكل كويس. ال protection طبعا required سواء كان للشخص أو للمعدة اللي أنا بعمل بيها measurement. وهنلاقي في كل تصاميم الطرق هنلاقي ان كل المعدات اللي انا بعمل بيها بيجرمنت الان موضوع عليها جهاز حماية. طبعا المفروض ان انا تصميم الاكويبمنت اللي انا هستخدمها في القياس نفسه يكون مصمم بشكل كويس، وال large structure are required to control electrical field. يعني ايه؟ يعني الهايت سي مثلا انا عندي ريزيستنس هستخدمها في قياس الدي سي، هذه الريزيستنس مثلا هي عباره عن واير ملفوف بشكل معين، فالمفروض ان الواير ده زي ما قلنا يعني ممكن يحصل فلاش اوفر على السطح بتاع الريزيستنس نتيجه للستير كاباسيتنس بتاعته. فاذا الهايت بتاعه لازم يكون مصمم بقيمه معينه بشكل معين، يعني في ليه اقل ارتفاع لازم يكون محسوب، وبالتالي يعني ازود عن اقل ارتفاع ده عشان ما يحصلش فلاش اوفر. فاذا الاستراكشر نفسه والشكل بتاع الاكويبمنت اللي انا هستخدمه مهم جدا عشان افويد الفلاش اوفر على ايه ما بتوين الاكويبمنت والجراوند ستراكشر. خلاص يبقى الاشكال او الكومبوننتس اللي انا هستخدمها في مكونات الميجرمنتس هي كمان الاستراكشر بتاعها يكون معد بطريقه معينه عشان الالكتريكال فيلد الناتج وعشان اتجنب الفلاش اوفر. خلاص يبقى ديت كده بهذه البروبلمز، هذه المشاكل انا ممكن اتغلب عليها لغايه 10 كيلو فولت، لكن بعد كده الامور بتزداد صعوبة والاحتياطات بتكون زيادة. لما كل الجهود ما زادت احتياطات الامن بتكون زيادة في معامل الهاي فولتج. خلاص اول نوع هنبدأ بيه في قياس الجهود العالية، كل انواع الجهود العالية اللي هي السبارك جيبس. في الحقيقة انا تعمدت ان انا ابدأ بالسبارك جابس لان هي طريقه صالحه لكل الانواع، صالحه للهاي فولتج دي سي، صالحه للهاي فولتج اي سي، صالحه للامبالس فولتج. الطريقه ببساطه هي عباره، نبص على الشكل الاول وبعدين نشرح. شايفين كده دول كورتين معدنيتين لهم نفس الدايمتر متماثلتين، يبقى هما انا بعتمد في السبارك جابس على ان انا يبقى عندي كورتين تو سفيرز متماثلتين ايدنتيكال لهم نفس الدايمتر زي ما احنا شايفين كده، بينهم مسافة معينة، هذه المسافة محسوبة على حسب الجهود اللي انا هقيسها. الجهود اللي انا هقيسها تتناسب مع الاس في علاقة وفي جداول related للاس مع ايه مع الجهد. نسيب الشكل الاول ونشرح ونرجع له تاني. اذا السبارك جابس في مسافة ما بين كورتين two adjacent metal spheres of equal diameter separated by a limited distance. limited distance اللي هي الاس زي ما قلت هي مسافة معروفة ومحسوبة، فعلى حسب المسافة اللي هيحدث عندها سبارك المفروض اللي انا اعرف الجهد المطبق على السفيرز. اذا التو سفيرز انا بطبق عليهم الهاي فولتج اللي انا عايزة اقيسه، وبالتالي بقدر احرك المسافة اللي ما بين الاتنين سفيرز، وعندما يحدث البريك داون او يحدث السبارك between two spheres يبقى انا عرفت الجهد المطبق. زي ما احنا شايفين كده لو بصينا لهذا الجهاز، طبعا الوضع هذه الوضعية زي ما انا شايف قدامي هي وضعية الفيرتيكال spheres او الفيرتيكال
spark gap ده vertical. ممكن هذه الوضعية تبقى horizontal، يبقى أنا ممكن يبقى عندي وضعية vertical يبقى عندي وضعية horizontal. يبقى تاني هنرجع تاني للشرح، ال sphere gaps ال spark gaps ممكن يبقى لها أكتر من شكل. الشكل اللي قدام ال sphere gap ده sphere، ممكن يبقى plate، الكترود، root. يعني أنا دلوقتي اخترت ال sphere gap لأن هو ليه مميزاته. فال sphere gap قدامي لو خدناها كمثال أو طريقة، السفير جاب زي ما قلنا ممكن تبقى vertical او horizontal، يعني الاستراكشر بتاعي ده يبقى موضوع في وضع vertical زي اللي احنا شفناه او وضع horizontal، ونفس التصميم ونفس الاحتياطات. خلاص، ففي الهوريزونتال configuration بلاقي ان الاتنين سفير زي ما قلنا symmetrical، وبطبق عليهم الهاي فولتج اللي انا عايزه اقيسه. والتو سفير identical in size وان شيب، لهم نفس الدايمتر، لهم نفس الشكل، من نفس المادة، السطح بتاعهم زي بعض بالظبط زي بعض. الجهد اللي عايزة اقيسه applied between two spheres، الديستنس اللي ما بينهم بتدي indication مباشر لسبارك اوفر فولتج، يعني انا هذه المسافة قابلة للتغيير لغاية ما يحدث الايه السبارك او السبارك اوفر بتاعي. يبقى ده الجهد اللي هيحدث عنده سبارك او ايونيزيشن للهواء اللي ما بين التو سفير، وبستخدم الجداول والعلاقات عشان اطلع من خلال المسافه هذا الجهد. اذا انا ما عنديش متر، تاني انا هنا ما عنديش متر بيقيس، لكن انا عندي لحظه حدوث السبارك وهذه المسافة اللي انا عملت لها adjustment. من خلال هذه المسافة اللي هي الاس هقدر استدل على مين؟ استدل على الجهد المطبق. طب مين هذه فين الجزئية؟ طبعا زي ما احنا شايفين الجزء الاحمر ده بيعبر عن المكان اللي موضوع فيه الجهاز بتاعي ده، الحوائط مثلا، جهة الارضية. فالمسافات اللي احنا شايفينها كده، اول جزئية الانسوليتور سبورت، يبقى ده انسوليتور. ليه؟ لان الجهد العالي ده اللي هو الهاي فولتج اللي هو هيطبق على التو سفيرز، المفروض اللي انا اعزله عن ايه؟ عن السقف هنا، واعزله عن الجزء ده، يبقى ده كده انسوليتور. تاني حاجة ده الدراع بتاع السفير الاولى اللي انا اطبق من خلاله او جزء الكونكتد ليه الهاي فولتج. خلاص، الجزء الهاي فولتج اللي هو رقم 4 من خلال مقاومه كبيره جدا هتفصل السبلاي عن الجزء بتاعي او السفير. طبعا دي لها مميزاتها اللي هي مكتوبه دلوقتي معانا. تاني حاجه ديت البي، الجزء البي ده اللي هو السباركينج بوينت اللي هو اللي عندي السفير بتاعنا. الدي اللي هو الدايمتر، الاس السبيسنج. نيجي بقى على الاي ده الهايت، الهايت اللي هي الارتفاع بتاع السفير العليا عن سطح الارض بتاعه المعمل او المكان الموضوع فيه الجهاز. هذه المسافه ايه اللي هي ارتفاع الكره العليا عن سطح الارض؟ دي طبعا لها قيم ستاندرد. يعني ايه؟ يعني على حسب الدي اللي عندي وعلى حسب الجهود اللي انا الرينج بتاع الجهود اللي انا بقيسها، المفروض الايه تكون محسوبه. يبقى في جداول بتحسب بتديني الايه على حسب الاس والدي. طيب البي هي مين؟ البي هي ديت المسافه او الكليرنس المفروض ما بين السفير بتاعتي واي جزء خارجي اقرب حاجة لهذه المعدة، مثلا حائط، اي معدة تانية. فده radius of the clearance from external structures، يعني المسافة اللي ما بين البي والحائط ده المفروض ما تقلش عن radius بتاع الكورة ده او الدائرة بتاعتي اللي هي نصف قطرها البي. يبقى لازم من كل الاتجاهات يكون في مسافة فاصلة
ما بين هذه الكورة او هذا الجهاز اللي عندي والستراكشرز المحيطه، لان تجنبا لحدوث اي فيلد ما بين الاثنين يعني ممكن يحصل مشاكل. طيب الاكس ده بيقول لي ان الدراع ده اللي هتجيب منه الهاي فولتج اللي هو مفصول ما بين السبلاي او اللي هو هذا الدراع عباره عن ريزيستنس جايه من المصدر الهاي فولتج رايحه على السفير. المفروض ان الجزء ده الكونكشن ده ما يكونش في هذا المحيط، يعني البلان ده اللي هو نصف قطر اكس او البلان اكس ده اللي هو الشريحه من الكوره اللي قدامنا ده اهي اللي هي الكوره الخياليه اللي احنا خدناها عندنا، المفروض الدراع ده يبقى ايه ما بيمرش بهذا البلان كده. طبعا دي اعتبارات فنيه زي ما احنا شايفين برضو اعتبارات الفنية، المفروض الجزء ده اللي هو ده دي طيب اللي ما بين السطح بتاع سطح الغرفة بتاعتي او الحائط بتاعي، طيب المسافة كمان اللي هي اللي قدامنا دي، يعني كل جزئية المسافة دي كل جزئية لها علاقة بالديامتر في الديزاين بتاعي. الجزء 3 اللي احنا شايفينه ده فيه هنا موتور كده، الموتور ده بيقدر يعمل ادجستمنت، يعني الجزء ده وظيفته انه يعمل ادجستمنت للاس عشان يحدث سبارك اوفر لهذه المسافة اللي ما بين الاثنين اسفير. خلاص يبقى الديزاين زي ما احنا شايفين كل حاجه فيها لها اعتبارات فنيه ولها جداولها الخاصه ولها حساباتها. ايوه هي الطريقه عامه ودقيقه لكن محتاجه حسابات ومحتاجه جداول عشان ارجع اليها. زي ما شفنا كده زي ما قلنا ان الريزيستنس الموجوده ما بين الدراع اللي جاي من السبلاي هي الفولتج للكره، فيه مقاومه كبيره ديت الوظائف بتاعه المقاومه اللي هي ليميتنج للتيار حاله البريك داون. خلاص يبقى احنا بنقول هذه الطريقه تستخدم في الثلاث انواع الدي سي والاي سي والامبالس. طبعا علشان اطبق هذه الطريقه سواء كانت الاي سي او الدي سي انا الابلايد فولتج ده يونيفورملي انكريز، يعني واحده واحده كده بزود الكوت لغايه السبارك اوفر ايه ما بتحدث. وفي هذه الحاله انا بكرر العمليه حوالي من 5 ل6 مرات او 5 مرات مثلا، بعدين اخد الافرج بتاعهم وهي القيمه اللي بحصل عليها هتبقى اكيوريت وزن موجب او ناقص 3%. اما في حاله الامبالس فالعمليه بتختلف شويه. لما شفنا كده لو شفنا هنلاقي على سبيل المثال الجداول اللي احنا قلنا عليها، لو ده الجاب سبيسنج اللي هو الاس هلاقي الديامتر بتاعي، يعني ايه يعني عند كل سبيس موجود في ديامتر محسوب، الديامتر سي 5 10 15 عنده كمان ايه وبي قيم ايه وبي. خلاص يبقى احنا هنا بنقول كده ديت القيم المفروض محسوبه. الجزء ده الاخير ده بيقول لي ان في حاله الامباس فولتج عشان احصل على 50% فلاش اوفر فولتج المفروض اللي انا بختار او بشتغل عند جهدين بينهم وبين بعض حوالي 2%، وبطبق هذه الطريقه لور ليميت فولتج بكرره من 2 ل4 مرات والابر ليميت اللي بينهم وبعض حوالي 2% ده بكرره حوالي من 8 او 6 مرات، وبعدين باخد المين للقراءات بتاعه التو ليميت هي دي بتبقى مقبوله 50% فلاش اوفر ايه فولتج. خلاص كده يبقى ديت الطريقه رقم 1. هذه الطريقه ليها في عوامل بتتاثر بيها، يعني في عوامل لازم اخدها في الاعتبار لان هي ممكن تاثر لي على القراءات بتاعتي. القراءات دي عباره عن الاس ومنها الفي. هذه العوامل اول حاجه المفروض ان هي نير باي ايرث اوبجكتس
يعني لو في اجزاء قريبه من المعده الاتموسفيريك كونديشنز radiation gravity and rise time of voltage. طبعا الجزء ده الارث ديت احنا بنتغلب عليها بالمعدات الموجوده، بنعرف طبعا القيمه بي بنتحكم فيها الديستنس اللي هي الكليرنس اللي ما بين المعده وما بين الاجزاء الارث اللي حواليا، المفروض ان انا اقل حاجه هي البي، ممكن ازود عن كده. اما الاتموسفيريك كونديشنز دي مهمه جدا، وديت اللي احنا بنركز عليها لان لها علاقه. بتقول لي والله لو عوامل الجويه اختلفت اكيد الجداول معطاه عند ستاندرد بريشر وستاندرد تمبريتشر وهكذا. فاذا لو درجه الحراره والضغط اختلف عن الستاندرد فاليو، فاكيد في كوركشن فاكتور انا هاخده معايا في الاعتبار، لازم يكون محسوب. لو اعتبرت ان الجهد اللي انا حسبته او الجهد اللي انا هجيبه من الاس من الجداول هو البي نوت اندر ستاندرد كونديشنز اللي هي تي درجه حراره 20 سلسيوس والبريشر 67 تون، لو درجه الحراره اختلفت عن كده والبريشر اختلف عن ال 760، هيبقى في الفي المقاس اللي انا المفروض عايزاه، هيبقى في معامل تصحيح مضروب في البي نوت. اللي هذا المعامل التصحيح الكي قبل ما اجيبه هروح احسب الاير دينست فاكتور. فاكرين الاير دينست فاكتور ده كنا بنجيبه في حاله ايه؟ في حاله الكورونا. في حاله الكورونا كان برضو عند الانزيشن للهواء قلنا ان هو عند الستاندرد كونديشن كده، ولو الكونديشنز دي اختلفت فكنا بنضرب او بنعمل معامل تصحيح اللي هو الدلتا او اللي هو الدي، عباره عن البي على 760 في 293 على 273 زائد التي، والتي درجه الحراره في سيليزي. طبعا لو هو 20 درجه الحراره 20 بريشر 760 فدي ده بيبقى واحد. بعد ما بجيب الدي بروح على التيبل بيديني العلاقه ما بين الدي والكي زي ما احنا شايفين كده، وبعدين اخد الكي احط في العلاقه يبقى طلعت قيمه الايه الفي. طبعا ده عشان العوامل الجويه. الايمنيشن اوف سفير جابز وذن الترا فايلوت اور اكس راي، طبعا ده برده بيعمل ريدكشن في القيمه المحسوبه بحوالي 20%، فلازم اخد ده في الاعتبار. طبعا الريديشن ده او الايمنيشن في هذه الحاله بيبقى عند السبيسنج الصغيرة. السبيسنج الصغيرة دي طبعا هي المشكلة عندي، او الضيق او القيم الصغيرة للسبيس اللي هي بتبقى 1/10 دي ب3 من 10 دي، خلاص يبقى هي ملاحظة في القيم الصغيرة للسبيس، لكن القيم الكبيرة القيمة دي بتقل. ده سؤال ممكن تحلوه. بعد كده تاني نوع عندي اللي هو البيك فولتميتر. البيك فولتميتر دي بتستخدم في حالة الاي سي ويف فورمز. البيك فولتميتر بتعتمد على انا اقيس البيك فاليو للجهد المطبق عندي. طبعا ده انا الدايرة بصممها عن طريق اللي انا بوحد الجهد بتاعي عن طريق الالكتريفيكيشن سيركت، وبستخدم مايكرو اميتر او ميلي اميتر زي ما احنا شايفين كده، دي دايرة التوحيد، ده الكباسنس بتاعي في البداية، ودي البروتكتيف ديفايس اللي هيحمي المعدة زي ما اتفقنا. بعتمد طبعا احنا عارفين ان الجهد اللي عندي اللي هو هيبقى الموحد سواء هيمر هنا او هيمر في الجزء ده، فاللي انا هحس بيه هنا اللي هو اللي هقراه هو التيار. اذا التيار اللي عندي الموجة اللي عندي لها علاقة بالجهد. التيار اللي هو الاي او سواء كان هنا او هنا فهو عبارة عن تكامل البي دي تي، فبيطلع في النهاية اللي هو جي اوميجا سي تي. لو اعتبرنا ان التيار اللي انا كملت له التكامل ده هو التيار اللي بيمشي فيه الكابستنس هنا، فهو سواء كان في النصف السالب او في النصف الموجب او النصف السالب، فهو ده هيديني انديكيشن لايه؟ للبيك فاليو بتاعت التيار او الدي سي فاليو. الدي سي فاليو بتاعته، ومنها هقدر احصل على البيك فاليو للجهد المطبق اللي هو الاي على 2 باي اف ايه اف سي.
اذا انا بحتاج البيك فاليو ليه؟ ليه انا اتعمدت ان انا اقيس البيك فاليو؟ وليه انا اخترت البيك فولتميتر في هذه الطريقه؟ إيه انا عندي الاي سي ويف فورم ومعتادي ان انا اقيس الار ام اس فاليو، لكن انا هنا في حاله الدايلكتريك سترينث ببقى محتاجه اشوف اقصى جهد ممكن اطبقه على هذا الانسليتر قبل الانهيار. فطبعا في الموجه الجزء اللي هو الماكسيموم مهم، لان ده اللي بيأثر، يعني ده اقصى حاجه بتأثر في على الايه، على الانسليتور، يعني هو بيتأثر بالماكسيموم، وبالتالي لازم احسب الماكسيموم. ومن هنا جت اهميه البيك فولتميتر عشان احصل على البيك فاليو. تمام، واحد ممكن واحد يقول لي تمام كنت ممكن اشتغل على الار ام اس فاليو، ما اشتغلش كده كتوحيد، اشتغل على الار ام اس فاليو وبعدين اضربها بجذر 2. طبعا هذه الطريقه اللي هي البيك فولتميتر مهمه جدا في حاله النون ساينسويدال ويف، لان في حاله النون ساينسويدال ويف بنلاقي ان انا ما بقدرش اقسم على جذر 2، يبقى انا بضرب ما بقدرش اضرب في جذر 2، انا بضرب في جذر 2 لبقى متاكده ان هي ساينسويدال ويف. لكن في حاله ان هي نون ساينسويدال ويف في هذه الحاله الجذر 2 ما هوش هيبقى صحيح، وبالتالي البيك فاليو لازم احصل عليها مباشره من خلال ان انا هقيس قيمه التيار وريليتد لقيمه التيار احصل على البيك فاليو. خلاص كده، دي تاني طريقه. تالت طريقة الاميتر ان سيريز وذ هاي امبيدنس. في الحقيقة هذه الطريقة صالحة للاي سي وصالحة للدي سي. في الاي سي، في نبدأ بالدي سي، لو انا اخدت مايكرو اميتر، طبعا انا بقول اميتر لكن هو ممكن يبقى مايكرو اميتر او ميلي اميتر، لان احنا تاني بنأكد على ان احنا بنقيس ايه، احنا بنقيس الجهود عند طيارات صغيرة، يعني عند باور صغيرة، يعني انا عشان اعمل تيست ما بروحش احمل المصدر باور كبيرة، لا انا بقيس وعند طيارات صغيرة ملي مايكرو ممكن توصل لبعض الطيارات. وبالتالي الجهاز اللي قدام اللي هو مايكرو اميتر اهو، وده البروتكتيف ديفايس، يبقى عبارة عندي عند ريزيستنس الهاي فولتج. طبعا الريزيستنس دي لها الكونستراكشن بتاعها، ندخل على النت كده ونشوف الكونستراكشن بتاع الجهد بتاع الريزيستنس اللي انا بستخدمها في القياس. طبعا تلاقي حاجة ضخمة، يعني مش مجرد ريزيستنس كده، لها ارتفاع معين ولها شكل ايه ولها شكل معين. يبقى انا عندي هنا انا بستخدم مع المايكرو اميتر او الميلي اميتر بستخدم ريزيستنس لها قيمه عاليه جدا، عشان ايه؟ عشان اعمل ليميتنج للتيار اللي مر هنا، والتيار ده يبقى ايه، انديكيشن، لان الجهد هنا هيبقى انفيز مع التيار، فهيبقى التيار في المقاومه يديني مباشره الايه، البي. لكن زي ما احنا عارفين هذه الطريقه لها عيوبها. اول حاجه طبعا شغاله دي سي، هذه الحاله اول حاجه الباور اللي هتضيع في المقاومه، واللي هي هتبقى حمل على ايه، على السورس بتاعي. درجه الحراره ارتفاع هيبقى في درجه الحراره نتيجه لان التيار يعني او ان الريزيستنس دي بتتاثر اصلا بدرجه الحراره، فهي هتبقى الاستابيليتي بتاعتها مع الحراره او مع العوامل الجويه بتاثر في قيمه القراءات بتاعتي. وبالتالي الجهد اللي هو الديبندنت على الريزيستنس هو كمان هي ايه، هيعتمد على تغير درجه الحراره، او هيعتمد على الاستابيليتي بتاعه الريزيستنس. برضو ان الار ديت بتتاثر بالميكانيكال ستريسز. خلاص، فاذا ديت العيوب او الليميتيشن لهذه الطريقه، باخدها معايا في الاعتبار، واعرف ان هذه الطريقه الاكيرسي بتاعتها هتبقى وزن ايه، وزن الليميت او وزن قيمه معينه. هذه الطريقه اللي هي السيريز ريزيستنس ميتر بتصلح لحوالي، او ممكن اعملها، او ممكن يعني اكون هذا الكونستراكشن بتاعي لحوالي 500 كيلو فولت دي سي، والاكيروسي في هذه الحالة بتوصل لبيتارزان 2.1%. اذا انا اقدر اعمل كده ل 500 كيلو فولت دي سي فولتج. اذا هذا الاميتر برضو ممكن يستخدم في حالة الاي سي برضو مع هاي اوميك سيريز ريزيستنس، لكن
في حالة الاي سي السيريز ريزيستنس الايكوفلنت بتاعها ما بيبقاش مجرد ريزيستنس، لا ده هيبقى عبارة عن امبيدنس. ليه؟ لان زي ما احنا عارفين الريزيستنس كبيرة جدا، فبتبقى عبارة عن واير ملفوف. هذا الواير ملفوف على عمود كده، هنلاقي ان هذا الواير بينتج عنه ريزيدوال اندكتنس او ليه ريزيدوال اندكتنس، وزي ما قلنا برضو ان الريزيستنس الكبيره لها ستري كاباسيتنس، فبيبقى الايكوفلنت سيركت للريزيستنس اللي انا بستخدمها في القياس بتبقى عباره عن ار ال سي، يعني لها امبيدنس هي ازد، فبتتاثر او قيمتها هنا بتبقى ما هياش بيور ريزيستنس لكنها لها قيمه ايكوفلنت زد. وزي عيوب طريقه الريزيستنس في حاله الدي سي برضو هذه العيوب موجوده. عشان كده الافضل ان انا استخدم مكثف مكان الايه المقاومه. في حاله ان انا برضو الاميتر ان سيريز ويز هاي امبيدنس، هاي امبيدنس بتاعتها هتبقى مكثف، وهذه الحالة علشان ما حملش على المصدر واتلاشى الباور لوسز اللي هتضيع عندي والمشاكل اللي حصلت في حالة الهاي ريزيستنس، استبدلت الريزيستنس بايه ببيور كاباسيتنس، وهتكون العلاقة برضو بتاعة التيار اللي هو الاي سي جي اوميجا سي في، وبقدر من خلال قراية التيار احصل على ايه على الجهد بتاعي. خلاص بعد كده يبقى هذه الطريقة صالحة اللي هي الاميتر ميلي او مايكرو اميتر مع الهاي امبيدنس صالحة للاي سي والتي سي. اما البوتنشال ديفايدرز هنلاقيه البوتنشال ديفايدرز زي ما احنا عارفين فكرته بسيطة جدا، زي ما احنا بسيطة في الحالات العادية، لكن طبعا الزد واحد والزد اتنين اللي احنا شايفينها ده تختلف في حالة الايه الهاي فولتج. اذا الفكرة بتاعتي اللي انا بعمل تقسيمة للجهد، بدل ما اروح اقيس الجهد اللي هو البي واحد اللي هو الكبير جدا، لا هقيس جزء منه وبفاكتور ريدكشن فاكتور اقدر احصل على ايه على العكس بقى، هحصل على بي واحد. يبقى انا هقيس جهد صغير ولكن باستخدام نسبة الامبيدنسز اللقاء اللي هنقولها دلوقتي هقدر احصل على الفي واحد. فانا عندي لو قلت انا عندي زد واحد وزد اتنين ايا كان زد ده هو عبارة عن ريزيستنس او كاباسيتنس، فلو قلت يبقى هنا البي اتنين ايه علاقته بي واحد، بي اتنين على بي واحد هو عبارة عن زد اتنين ليه ايه على المجموع بتاعنا في حالة الريزيستنس بتاعتي. خلاص كده يبقى ار اتنين على ار واحد زائد ار اتنين لو ده ريزيستنس. طيب لو هو كاباسيتنس زي ما احنا عارفين في حالة الكاباسيتنس الوضع هيبقى معكوس، يبقى سي واحد على سي واحد زائد سي اتنين. خلاص كده يبقى ده بالنسبة للكباسيتيف ديفايدر. في الحقيقة ان هذه الطريقة بتصلح للاي سي والدي سي والامبلس، وفي كل طريقة بعمل الكونستراكشن بتاعي المناسب للجهد اللي انا بقيسه. يعني على سبيل المثال في حالة الدي سي فبيبقى هنا بعمل هنا ريزيستنس، يبقى وبحسب قيمة الريزيستنس بتاعتي، وبتبقى نسبة الريدكشن اللي هي او الاي بتساوي البي واحد على البي اتنين بتساوي واحد. طبعا هنا ده مش الريدكشن، دي فولتج ريشيو. خلاص العكس بتاعها هيبقى الريدكشن اللي هو البي اتنين على بي واحد، الاي اللي هي بي واحد على بي اتنين هيبقى واحد زائد ار واحد على ار اتنين. الكاباسيتنس بوتنشال، الكاباسيتنس بوتنشال ده انا بستبدل طبعا الريزيستنس بالكاباسيتنس. طبعا الكاباسيتنس لها ديزاين معين مش مجرد كاباسيتنس كده. برضو البي واحد على بي اتنين المفروض طبعا زي ما قلنا سي واحد زائد سي اتنين على ايه على سي واحد، لكن بيضاف للمجموع بتاع الكاباسيتنس الكلي. هي الكاباسيتنس بتاعت مين؟ بتاعت الكيبل. هذه الحالة الكيبل السيجنال بتاعت الجهد عشان اوديها الاوسيلوسكوب او للمتر بتاعي المفروض ان انا بمررها من خلال كيبل معزول عزل تام، لان ديت اشارة هاي فولتج، وبالتالي هنا يلزمني العزل، فباخد الكباسنس الاضافية بتاعت الكيبل وبتاعت الجهاز بتاعي كسي ام بتضاف لي عشان دقة الحسابات. ده في حالة الاي سي فولتج. في حالة الامباس فولتج طبعا في الريزيستنس وفي الكباسنس، لكن مفضل عندي هو الايه ده بشكل عام زد واحد وزد اتنين، وبرضو ده الكيبل اللي انا بنقل من خلاله الهاي فولتج للجهاز اللي انا اقيس عليه.
مفضل ان زد واحد وزد اتنين في حالة الانباص تكون pure capacitance للمشاكل اللي قلنا عليها قبل كده. وزي ما احنا شايفين اهو ان الاي برضه بي واحد على بي اتنين سي واحد زائد سي اتنين على سي واحد عكس الار واحد على ار اتنين. وبقدر من خلال الجزء الفولتج ديفايدر اللي انا كده اقدر احسب قيمه من خلالنا بقيس جهد صغير اقدر احصل على الجهد العالي بتاعي سواء كان ريزيستنس الكومبوننت بتاع الريزيستنس او كاباستنس. ونشوف هنا ان الكاباستنس تفوق على الريزيستنس بمشاكل الريزيستنس اللي احنا قلنا عليه. طبعا في طرق كتيره تانيه ممكن نلاقيها للحسابات لكن احنا اخترنا الاربع طرق اللي قدامنا وقلنا تفصيلا السفير للاي سي والدي سي والامبالس. وقلنا الاميتر ممكن نستخدم مع هاي امبيدنس سواء كان للاي سي او الدي سي. كمان قلنا ان الملت البيك فولت اميتر بيستخدم في حالة الاي سي. قلنا ان الملتبلاير او الفولتج ديفايدر بيستخدم في الثلاث حالات على حسب الكونستراكشن بتاعي. فضلنا الكاباستنس عن الريزيستنس لمشاكل الريزيستنس. احتياطات عامة قلناها في الاول مشاكل وقلنا الايرورز اللي ممكن يحدث عنها او الايرور اللي ممكن يحدث في الميجرمنتس في حاله الهاي فولتج ممكن يكون له اسبابه او السبب او الاسباب الشائعه اللي هي الكتروماجنتيك نويز. وده ممكن اتغلب عليه ان انا انقل السيجنال بتاعتي من خلال شيلدد كوأكسل كيبل. وكمان الاسكوب بتاعي او الجهاز اللي انا هستخدمه في القياس يكون موضوع بعيد عن مصادر لأي نويز هتحدث عندي عشان ما تأثرش على السيجنال بتاعتي. كمان الأجهزة بتاعتي تكون متقربة بشكل كويس جدا. نظام الأرضي بتاعي يكون مصمم بشكل إفكتيف عشان ما يأثرش على القراءات بتاعتي. يبقى دي كانت ببساطة شديدة جدا جدا تلخيص شديد جدا جدا لأهم الطرق المستخدمة في القياسات. وزي ما قلنا في طرق تانية لكن احنا اخدنا المتوسط اللي احنا نفهم بيه الميجرمنتس في الحالات المختلفة. اي سؤال منتظرة تعليقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.